كل شيء تيسر. تمام. هذا عبد الله التركي جزاه الله خير، ابو عبد الرحمن حول الصدقه. يا اخواني الصدقه تراها انواع كثيره. نعم. ما هو يعني اللي تدفع بيدك، اللي تدفع بيدك ما بشك ان هذه هي اللي بالمقدمه، لكن الصدقات كثيره. الكلمه الطيبه صدقه. تمام. الابتسامه بوجه اخيك صدقه. نعم. النصيحه صدقه. الاحسان للبشر صدقه. الاحسان للبهائم صدقات. حتى الخواش الارض اللي ما تميزها الا يا الله من بعيد ولا قريب، شايف ترى كل احسان تسويه ترى صدقه لك يا اخي، والله ما تروح عليك وانها عند رب العالمين، لكن تبي نيه صالحه، تبي صالحه يا اخواني. فالانسان يصلح ويصلح الله له، يصلح ويوفق للاصلاح، يصلح ويكون مطمئن البال، يصلح وتيسر له الامور. تدورها الارزاق، ما يدورها، هي تدورها تجيه ما يدري الا هي هاضله اللي باول الليل واخره والعمل وكل وقت، يعني تيسر وتجي اليه بدون هي تعب وراها. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. هذا وضع. الوضع الثاني دكتورنا ابو عبد الله جزاه الله خير حول الاسم حاتم. شفت انا يا اخواني عاصرنا ناس واجد ما شاء الله من الباديه والحاضره، اذا نزل مثلا بوادي سموه على اسم الوادي، اذا حدر شجره سموه على الشجره، اذا مثلا باي مكان كان يسميه على هذا المكان. تعدلت الناس حتى على وقت الصحابه يا ابو محمد وابو عبد الرحمن وابو عبد الله، ترى كانت اساميهم بالجاهليه تراها غير اسلاميه، فهم عدلوا يوم ان الله هداهم وعفاهم عدل. والنبي اللهم صل على محمد تفاول خير وعدل طلب، مثلا الشيء اللي ما فيه خير مثلا، ولا مثلا يكون يتفاول الى شر والعياذ بالله، مثلا جملوه. حتى كذلك ترى مثلا مشروع للوالد انه يزين اسم مولوده، مثلا المولود كله يعني نساء وعيال مثلا، يصل حتى انه قيل ان واحد يقول اسى الى ابوه واجرمه وعقبه واشتكاها لابوه عند حدا الله اعلم، عند حدا الخلفاء او هكذا، وعند ما اشتكاه قال اخي، قال والدي عقني قدام اني اعقف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله وبركاته. اهلا وسهلا. هلا وغالب الطيبين ما شاء الله. هذه القناه موفقه ما تجيب الا الطيبين ما شاء الله. طيبين والله طفالك وياك يا مرحبتين بالطيبين. الله يطيبين ايامكم وشلونكم؟ الله يبارك فيك ويعافيك. طيبين الجميع. الله يجزاك خير. الصحابه هذا الرجل اللي ما زين اسم ولده، وعند ما جاء عند القاضي قال بركة عقا بيك، قال هو عقني قدام مني أعقه. الله. نعم عقني، قيل إن سماه جعل. أوه. إيه يعني على خوش الأرض. فأقره أنت يا القاضي، أقره لأنه ما قره على العقوق، شايف؟ قال أحسنوا أسامي مثلا مواليدكم. يا اخي الاسم يجيك بلاش، انت تشتريه مال والله مجاني يجيك، لو تخير الا الاسامي مثلا سبحان الله العظيم اللي لله سبحانه وتعالى. المهم ما هو بفلوس، تخير لابنه حتى نقيل بزوره الصغيرين مثلا صار اسمه ما هو كل ذا، دايم هم يربزون هالضعيف ذا، ودايم هم يبكونه، ودايم تتفاولوا بالخير وابشروا بالخير ان شاء الله. حن مشايخنا جزاه الله خير، خلي لها المجال بإذن الله.